إذن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الرئاسة الفلسطينية، الجميع متخوف من موضوع العمليات العسكرية المتوقعة ضد رفح التي تؤوي كما قالت الرئاسة الفلسطينية أكثر من 1,400,000 فلسطيني غزاوي نزح من أرضه واضطر للسكن في هذه البقعة الصغيرة. برأيك إلى أين تسير هذه الأمور والدعوات الإسرائيلية لاستمرار العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها؟ صباح الخير لك زميلي والجميع المشاهدين الكرام على قناتكم وجمهور القاهرة العظيم. صباح الخير في هذا الاتجاه، حياك الله. الفكرة هم أرادوا صفقة للأسرى لم يبتلعها نتنياهو، يعني أنا بشبهها مثل الدواء العلقم المر غير قادر على ابتلاعه، لأنها تكرس هزيمة 7 أكتوبر وتكرس الخلل في تحقيق الأهداف التي وضعوها سواء الضمنية أو الأهداف المباشرة، بل وأيضا وأهم هدف كان تهجير الفلسطينيين، ولكن كانت ممانعة باتجاهين، ممانعة من الشعب الفلسطيني وأيضا ممانعة من الموقف المصري الذي ساعد الموقف الفلسطيني في العديد من الأمور، أهمها أزمة محور فلادلفيا والتي أراد الاحتلال أن يخلق أزمة ويسيطر أمنيا وبالتالي ينتهك السيادة الفلسطينية والمصرية بشكل مشترك، ولكن ردت عليه مصر بوضوح. وفي موضوع إكالة وإلقاء الكرة إلى مصر في موضوع المساعدات الإنسانية، وهذا ما كرسه أيضا بايدن وما كرسته إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ولكن أيضا مصر كانت واضحة بهذا الاتجاه. وموضوع إزاحة محور رفح وبالتالي تجديد الحصار على الفلسطيني وعدم إتاحة أي حدود ما بين أي دولة عربية وأيضا أهل غزة، وهذا يشد الخناق على الفلسطينيين. موضوع الصفقة نعود إليها، لا يبتلعها نتنياهو لأنها تكرس هزيمته، ولكن هي مثل الدواء مفيدة جدا وأهمية ومنقذة لحياة إسرائيل، فعليه أن يبتلعها كما تحدث ضيفكم وزميلي علي الأعور قبل قليل. فالفكرة هي مسار إجباري وهي مصلحة للجميع، هي مصلحة للفرنسيين، هي مصلحة للإدارة الأمريكية، هي مصلحة للإقليم، وهي مصلحة للفلسطينيين، وهي مصلحة للإسرائيليين. ومن لا يرى بهذا الاتجاه فهو لا يقرأ السياسة بشكل واضح. وخلينا نركز على موضوع الإسرائيلي. الإسرائيلي إن استمر في هذه المعارك وهذه الحروب، وحتى وإن اقتحم رفح ويعني استمر في هذه المجازر، صحيح أنه سيزيد فاتورة الدم والتقتيل، ولكن السؤال هل يستطيع أن يحقق هدف القضاء على المقاومة وعلى الشعب الفلسطيني؟ لن يستطيع. النقطة الثانية، هل يستطيع أن يحرر أي أسير بهذه الطريقة؟ لا يستطيع، لأن هي نظرية العدم جربها أكثر من مرة وهو يقتل جنوده. وهنا التساؤل سيد أحمد، يعني إن لم يكن يستطيع فعل ذلك، وهذا أيضا ما ذهب إليه حتى ضباط في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تقارير سرية رفعت للحكومة الإسرائيلية مؤخرا كما كشفها الإعلام الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، بأن عملية استهداف الأفراد والقيادات من الفصائل إن كانت من الكتائب الفلسطينية أو غيرها لن يزيد الأمر إلا سوءا ويزيد التعقيد. فإن كانت هذه الرؤية معروفة لديهم بأن هذا لن يجدي نفعا عملية القتل بهذه الطريقة، لماذا يستمر إذن نتنياهو وغيره بهذه الأساليب ولا يغير أسلوب مكافحة من يراهم هم إرهابيون كما يقول؟ تعال ندرس احنا يعني سريعا، يعني بديش أطول عليك، خلينا ندرس موضوع إسرائيل كيف استخدمت موضوع النكبة وتهجير الشعب والمجازر. هو يعتقد الإسرائيلي بأنه بمزيد من القوة، إذا مارس القوة لن تنفع فيستخدم مزيدا من القوة، فهو أراد أن يكرر تجربة النكبة الأولى من خلال التهجير، ولكن هنالك ممانعة فلسطينية ومصرية وهنالك وعي فلسطيني، الشعب يقتل ويقتل ولكن لا يهجر. النقطة الثانية، خلينا نستدعي تجربة مصر نفسها. عندما هزم الشعب العربي أو الدول العربية في 67 لم يتقبل نصر مصر وسوريا في 73، ولم يتقبل موضوع مباغتة 6 أكتوبر، وهو لا يتقبل هزيمة 7 أكتوبر بنفس الطريقة وبنفس المفاجأة وبنفس الأدوات. الاحتلال أباد المنازل، أباد الجامعات، أباد الأطباء، أباد المستشفيات، ولكن الشعب ما زال صامدا
وهنالك ليس فقط المقاومة، ترى الطفل يتعلم على ركام منزله، يعود ويبني بالصاج حول منزله، لا يخاف، لا يركع هذا الطفل، ويقول أنا باقي في أرضي طفل. فهو ماذا يتوقع الاحتلال بهذا الاتجاه؟ لن يهجر الشعب الفلسطيني، وبالتالي هون مشكلة الاحتلال غير قادر. هذا الموضوع هو أزمة نتنياهو الشخصية، ولكن أصبحت مكشوفة. يعني أنا بمثل لك إياها باختصار، مثل نتنياهو موجود في عمود الخيمة، هنالك شد من اليمين الإسرائيلي بين غفير وسموتريتش باتجاه، هنالك شد من لبيد وأزينكوت وغانس، يعني الوسط أو اليسار باتجاه، هنالك تجليس من الإدارة الأمريكية تحاول أن تجعله واقف بعمود الخيمة، ليس لأنه نتنياهو، لأنه حريص على إسرائيل بنتها المدللة في الشرق الأوسط. ولكن نتنياهو لا يأبه لشبكة الأمان التي منحها إياها المعارضة، وبالتالي هو يسير خلف اليمين. ولكن ممكن في لحظة معينة نتنياهو أن يذهب إلى اتفاق سري مع المعارضة، وخاصة في ظل الضغوطات الأمريكية. يعني أيضا كل تصريحات بايدن جديدة وحديثة، وبلينكين جديدة، هي تضغط باتجاه الصفقة وباتجاه الوساطة المصرية والقطرية، وأيضا تضغط على اليمين المتطرف بهذا الاتجاه، تريد أن تحاصر. لو أخذنا هذه التصريحات سيد أحمد، أعتذر المقاطعة، تصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من أن بعض المراقبين يرونه بدأ ينسى كثيرا، وبدأ يفقد الكثير من إمكانية التركيز، ولكن في تصريح مهم كان يوم أمس، تحدث أول من أمس، تحدث عن أنه يقول: إنني كما تعلمون أكثر المعادين أو الرافضين لسياسة إسرائيل التي تجاوزت الحدود، كما يقول بعملية القصف أو القتل المدنيين كما يراها بعض المراقبين. هذا ما يقصده هنا بايدن. نعم. هذا التغير بهذا التصريح، على الرغم من استمرار الدعم على الأرض، الدعم العسكري، وعدم القول لا لوقف هذه الحملة العسكرية أو هذا العدوان على قطاع غزة، كيف يمكن أن تقرأه، وكيف يمكن أن يصد أو يحد هذه التصريحات وغيرها من إمكانية تقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه رفح الفلسطينية؟ زميلي العزيز، أشكرك على هذا السؤال الهام جدا. أولا، بايدن من بداية 7 أكتوبر نسي أنه الرئيس الأمريكي، وقال أنا صهيوني. حينما نزل ووطأت على أرض فلسطين المحتلة، قال أنا صهيوني، هو وبلينكين. فلا ضرر أن ينسى الآن المصلحة القضية الفلسطينية والمصلحة الصفقة. ولكن علينا أن نقرأ الموضوع، ليس بايدن، الموضوع أن بلينكين أحبط من تعنت واستعلاء نتنياهو، والذي لا يتجاوب مع صفقة بذل مجهود فيها أمريكي، مصري، قطري، فرنسي، وأيضا فلسطيني، وأيضا إسرائيلي. حتى الشباك الإسرائيلي والموساد بذل مجهود كبير فيها، ليصطدم في نتنياهو ومزجيته وعدم انصياعه وعدم اهتمامه، رغم أن أمريكا كما تفضلت حضرتك وفرت له الجسر المالي والجسر الدبلوماسي والقبة الحديدية في الأمم المتحدة والفيتو، وأيضا الجسر العسكري. يعني بهذا الاتجاه يجب أن يرضخ للإدارة الأمريكية، فهو لا يريد أن يرضخ. بالتصريحات كان بلينكين وأيضا كيربي، وقال أيضا بايدن. إذن الموضوع، حتى لو فجأة صرح بايدن بهذا الاتجاه، نحن نقرأ أن السيستم الذي يصرح، الإدارة الأمريكية كلها تصرح، وليس فقط بايدن، حتى لو معه الزهايمر كما يدعي الإسرائيلي. طيب، بلينكين وكيربي يتحدث بنفس الطريقة، كل المسؤولين الإسرائيليين الأمريكيين يتحدثوا بنفس الطريقة. هذه التصريحات مهمة، رغم أنها يعني ما زالت لمصلحة الإسرائيلي، ولكن هي تريد أن تنزل إسرائيل عن الشجرة. ولكن علينا أن نفهم هذه التصريحات تضع بالإطار التالي: أصبح أكسجين نتنياهو هو ثاني أكسيد الكربون لبايدن، لأن بايدن حاول أن يلتقي بالجاليات العربية المصرية والفلسطينية والمسلمة والأقليات والأفارقة، ولكن حجبوا الثقة عنه ورفضوا أن يلتقوا معه، وقالوا أنه شريك للإسرائيلي في المعركة وفي الحرب على غزة والإبادة. وبالتالي بدأ يدرك أنه سيخسر الانتخابات، وأيضا حزبه الديمقراطي أيضا يلومه على هذه السياسة، وأصبح يخسر القاعدة الداخلية لدى الديمقراطيين، ويخسر جمهور الشباب، ويخسر جمهور طلبة الجامعات، وهذا كله شاهدناه من خلال حركة الشارع الأمريكي. وبالتالي أصبح يختنق من نتنياهو، أصبح غاضب على نتنياهو،
وبالتالي هذه تصريحات طبيعية، والدفع باتجاه هذه الصفقة طبيعي، لأن الأمريكا بتريد أن تعمل لمصلحتها زميلي العزيز.